أمير هشام من مقر الإقامة وملعب المباراة، وبعدين نرجع لحضراتكم مرة أخرى. تحياتي ليك يا كابتن أيمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. يوم هام وساعات فاصلة في مشوار الأهلي بكأس العالم للأندية، إن شاء الله بإذن الله تاريخ جديد للفريق من خلال مباراة النهاردة والتأهل على حساب بالميرس لنهائي هذه البطولة، وده حلم بالنسبة لكل الأهلاوية وبالنسبة للشعب المصري، لأن الأهلي بكل تأكيد هو ممثل مصر في هذه البطولة، مش مصر بس، هو أيضا ممثل أفريقيا. فبالتالي دعوات كل المصريين في مباراة النهاردة أمام بالميرس، استعدادات ماشية بشكل جيد جدا، كل الأمور ماشية بالشكل المطلوب والشكل اللي بيتمناه كل الأهلاوية. بإذن الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي في هذه المباراة، تركيز كبير، دوافع معنوية مختلفة عند الفريق في مباراة اليوم، وأبرزها طبعا عودة الدوليين اللي في بعضهم هيكون متواجد في تشكيل النادي الأهلي الرسمي، وهقوله لحضرتك في هذه اللحظات، وهنعرفه كمان لكل جماهير النادي الأهلي. لكن بداية خليني أأكد على جزئية غاية في الأهمية، حالة من الاستياء موجودة عند كل أفراد بعثة النادي الأهلي بعد ما طلع أحد الزملاء النهاردة في يعني إحدى القنوات واتكلم عن النادي الأهلي، قال إن الأهلي لا يمثل مصر وإن جمهور الزمالك مش مطالب إنه يشجع النادي الأهلي، لكن أكيد المؤكد إن الأهلي بيمثل مصر، الأهلي هو الوحيد اللي مثل مصر في كأس العالم للأندية حتى الآن، الأهلي مش بيمثل مصر بس، لا هو بيمثل مصر وأفريقيا، ودايما بيشرف مصر وبيشرف أفريقيا، والأهلي بيتشرف كمان بتمثيله لجمهورية مصر العربية، فدي حاجة مفروغ منها. لكن فيما يتعلق بمساندة الجماهير للنادي الأهلي من عدمه، فالأهلي عنده عدد وافر وكبير جدا جدا من الجمهور أو من الجماهير، جماهير الأهلي موجودة في كل حتة، جماهير الأهلي وراه، وأبرز دليل إن أي مكان الأهلي بيروح فيه وبيلعب فيه أي مباريات حتى لو مباراة ودية بتلاقي جمهوره في المدرجات مالي المدرجات بشكل كثيف جدا، فالأهلي مكتفي بجمهوره، ده أمر مؤكد. لكن دايما نتمنى طبعا المساندة من كل الشعب المصري، وده الطبيعي وده اللي بيحصل، وتصرف فردي غير مقبول ويعني أدى لاستياء كبير جدا عند كل أفراد بعثة النادي الأهلي. والمؤكد يا كابتن أيمن إن هيكون في تحرك من إدارة النادي الأهلي عقب انتهاء هذه المباراة، واتخاذ يعني خطوة هتكون شرعية بكل تأكيد علشان الأهلي يحفظ حقوقه، لأن الأهلي دايما نادي الوطنية، هو دايما بيشرف وبيمثل مصر وبيفتخر بانتمائه لجمهورية مصر العربية، فده أمر مؤكد وجزئية كان لازم نتطرق ليها ونأكد عليها بشكل كبير. وإن شاء الله الأهلي يفرح كل المصريين من خلال مباراة اليوم، مش بس النهاردة، كمان فيما هو قادم من مباريات وتحديات. لكن فيما يتعلق بتشكيل النادي الأهلي، والنهاردة في مفاجأتين حلوين جدا بصراحة، لأن اللاعبين الدوليين أكيد مؤثرين بشكل أو بآخر يعني. فخليني أقول لك وأقول لكل جماهير النادي الأهلي، التشكيل الرسمي للنادي الأهلي في هذه المباراة هيكون في حراسة المرمى علي لطفي، في خط الدفاع هيكون متواجد رامي ربيعة في مكانه، ياسر إبراهيم أيضا موجود، لكن بيعود كمان في خط الدفاع أيمن أشرف على حساب محمد مغربي، أيمن جاهز بنسبة 100% لخوض هذا اللقاء. في نص الملعب هيكون ديانج بيجاوره النهاردة كمان نجم منتخب مصر عمرو السولية، هيكون بجوار ديانج في وسط الملعب، وهيكون على شمالهم علي معلول، وعلى اليمين هيكون محمد هاني. أما في ثلاثي الهجوم في طريق 3-4-3 هيكون كل من أفشة موجود وحسين الشحات والمهاجم طاهر محمد طاهر اللي قدم مباراة مميزة جدا المباراة السابقة. كده الاختلاف أو الاختلافين عن تشكيل مباراة الأهلي أمام مونتري هو يعني تواجد مغربي على دكة البدلاء، وأيضا أحمد عبد القادر على دكة البدلاء، وأكيد أوراق رابحة بالنسبة للفريق في مباراة اليوم. دي كل الكواليس، خلاص التحرك يعني هيكون في هذه اللحظات بعد ما أختم معاك هذا التقرير يا كابتن أيمن، وإن شاء الله بإذن الله يوصل الفريق لملعب واستاد النهيان الممتلئ عن اخره بجماهير النادي الاهلي قبل ساعه ونصف من انطلاق مباراه اليوم. كل دعوات المصريين وكل التمنيات بفوز النادي الاهلي على فريق بالميرس في هذه المواجهه الصعبه، وباذن الله الاهلي يكتب التاريخ ويتاهل لاول مره في تاريخه من ضمن مشاركات عديده في كاس العالم لنهائي هذه البطوله. ان شاء الله الاهلي يكون موفق. دي كل الكواليس وكل الاخبار فيما يتعلق بالساعات الاخيره قبل انطلاق مباراه اليوم ما بين الاهلي وبالميرس في نصف نهائي كاس العالم. والان عوده للاستوديو، تفضل يا كابتن ايمن.